فقط في جامعة تعز، بكالوريوس إعلام 6 أعوام بسبب حرب الحوثيين. المعاناة التي عشناها في النيل على شهادة الليسانس كأطول فترة تخوضها دفعة للنيل لشهادة الليسانس التي يفترض بها أن تكون في 4 سنين، لكن الحرب فرضتها وطولتها إلى 6 سنين. وسط أجواء سادها الفرح والحزن في آن واحد، احتفلت جامعة تعز بتخريج الدفعة الأولى من طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بعد قرابة 6 أعوام من الالتحاق بالجامعة. يبلغ عدد الخريجين 42 طالب وطالبة في تخصص الإذاعة والتلفزيون. طبعا لدينا الآن يعني حاليا ما يقارب 400 طالب وطالبة. صوت واحد من أجل اليمن، شعار دفعة الشهيد أواب الزبيري المصور الذي اغتالته الميليشيات الانقلابية قبل 2 وأحد طلاب الدفعة، إذ كان من المفترض أن يجلس إلى جوار زملائه الخريجين في هذا الحفل، غير أنه ضحى بنفسه وهو يحمل رسالته الإعلامية عندما فجرت الميليشيات الحوثية منزلا كان بداخله، لتحرمه اليوم من هذا الشعور بعد أن أسكتته للأبد. سكوت غاب على إثره صوته عن شعار زملائه وحضر اسمه بصفة شهيد لا خريج، ومع ذلك أبكتهم ذكرياته في ساعة فرح. أواب اغتالته يد الميليشيات بلحظة خاطفة. أواب كان معي في قسم الإعلام، ندرس أنا وهو في مستوى واحد، عدينا من المستوى الأول أتينا من المستوى الثاني وبدأنا ندرس. أواب رحل، شعور يعني موجع. ستة أعوام درس فيها الخريجون منذ العام 2014 تفاصيل الحرب والحصار، إذ أدت الحرب الانقلابية إلى احتلال وتدمير مبنى الكلية شرق المدينة وتوقف الدراسة في الجامعة بشكل كلي، لتضيف 2 آخرين إلى سنوات الدراسة 4. كل ذلك أدى إلى معايشة كلية بأسرها أجواء النزوح في كليات وأقسام جامعة الحبيل. شفنا تفاصيل الحرب والمعاناة وفصولها كاملة في تعز، وقدمنا الكثير من التضحيات لا سيما زميلنا الشهيد أواب الزبيري في هذا الطريق، لكننا سنمضي في إيصال رسالة إعلامية واحدة وصوت واحد من أجل مدينة تعز ومن أجل الوطن الذي يستحق منها الكثير. صوت واحد من أجل اليمن، قسم أده الطلاب قبل ترجمة ما تعلموه على أرض الواقع، إذ لا فرق بين من يسلمك روحه ويستأمنك عقله. قرابة 6 أعوام معاناة انتظر فيها 40 طالبا في قسم الإعلام لحظات توحد صوتهم وتجمعهم في صورة، صورة بهيجة بعد أعوام المعاناة والكفاح. عبد العزيز الدبحاني من شباب تعز.